السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، في الصف الثامن درسنا لليوم الزاوية الخارجة للمثلث. الزاوية الخارجة للمثلث هي الزاوية المحصورة بين ضلع في المثلث وامتداد الضلع المجاور له. يعني لو أخذنا المثلث ألف باء جيم، مثلث يحتوي ثلاث زوايا داخلية. الآن فيه الضلعان ألف جيم وجيم باء، ضلعان متجاوران. مدينا الضلع جيم باء باتجاه النقطة جيم إلى النقطة دال مثلا، راح تتشكل عندنا زاوية وهي ألف جيم دال، وهاي الزاوية زاوية خارجة للمثلث. بنفس الطريقة ممكن أمد الضلع جيم باء باتجاه النقطة باء إلى النقطة ها مثلا، تتشكل عندي زاوية محصورة بين الضلعين ألف باء والضلع وامتداد الضلع المجاور له جيم باء، وهي الزاوية ألف باء ها، وهي زاوية خارجة أخرى للمثلث. وبنفس الطريقة ممكن أكون ست زوايا خارجة للمثلث مختلفة لنفس المثلث. الآن بدنا نتعرف على علاقة الزاوية الخارجة للمثلث مع زوايا المثلث. في عندنا المثلث ألف باء جيم، فيه الزاوية ألف جيم دال زاوية خارجة لهذا المثلث. الآن بنلاحظ أنه في زاوية داخلية في المثلث وهي ألف جيم باء مجاورة للزاوية الخارجة وتقعان على استقامة واحدة. إحنا بنعرف أنه الزاويتان المتجاورتان اللي بقعوا على نفس الاستقامة مجموعهم 180 درجة، أي أن قياس الزاوية الخارجة ألف جيم دال زائد قياس الزاوية الداخلية المجاورة لها وهي ألف جيم باء بساوي 180 درجة، لأنهما متجاورتان على خط مستقيم. تمام؟ الآن أيضاً بنعرف قاعدة عن المثلث بأن مجموع زوايا تساوي 180 درجة، أي أن قياس الزاوية ألف جيم باء زائد قياس الزاوية ألف زائد قياس الزاوية الثالثة باء بساوي 180 درجة، لأنه مجموع قياسات أي مثلث بتساوي 180 درجة. تمام؟ الآن لو نتمعن في هذول الجملتين الرياضيتين، بنلاحظ أن قياس الزاوية ألف جيم زائد قياس الزاوية ألف جيم باء هو 180 درجة. أيضاً قياس الزاوية ألف جيم باء زائد قياس الزاوية ألف زائد قياس الزاوية باء هو 180 درجة. بنلاحظ إنه قياس الزاوية ألف جيم باء مع هاي الزاوية 180. أيضاً قياس الزاوية ألف جيم باء مع هذول الزاويتين أيضاً 180. إذن أن الزاوية الخارجة هاي اللي هي ألف جيم دال هي نفسها مجموع قياس الزاويتين ألف وباء، وهاي النتيجة المهمة في درسنا لليوم، إنه قياس الزاوية الخارجة في المثلث هي تساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخليتين البعيدتين، لأنه مع المجاورة 180، لكن هي قياسها نفس قياس مجموع قياس الزاويتين الداخليتين البعيدتين، وهاي هي النتيجة. قياس الزاوية الخارجة للمثلث تساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخليتين البعيدتين. الآن بدنا نستخدم هاي النتيجة في حل مسائل داخل كتابنا. نستعرض بالأول التدريب الأول اللي موجود في كتابنا المدرسي، واللي بقولنا إن المثلث ألف باء جيم اللي موجود عندنا هون فيه قياس الزاوية ألف، وهي زاوية داخلية في المثلث، قياسها 75 درجة وهو معطى في السؤال. المعطى الثاني في السؤال أن الزاوية ألف باء دال خارجة للمثلث وقياسها يساوي 137 درجة. الزاوية ألف باء دال رح نمد الضلع جيم باء باتجاه النقطة باء إلى النقطة دال عشان تتشكل عنا الزاوية الخارجة واللي قايلين لي إنه قياسها 137 درجة. طالب مني أوجد قياسات زوايا المثلث.
خلينا نشوف بالأول الزاوية ج كيف ممكن نجد قياسها. بداية النتيجة السابقة اللي توصلنا لها إنه الزاوية الخارجة هي عبارة عن مجموع الزاوية اللي بعاد عنها في المثلث، يعني إنه هدول الزاوية ج وألف هي مجموعهم 137 درجة. يعني لو أخذنا الزاوية الخارجة المتبقي من 137 أخذنا منه إحدى الزوايا الداخلية رح يكون للزاوية ج. بمعنى آخر أن الزاوية ج هي عبارة عن الزاوية الخارجة نشيل منها، يعني نطرح إحدى الزوايا الداخلية، يعني 75 درجة. المتبقي من الدرجات هو لقياس الزاوية ج واللي هو 62 درجة. يعني قياس الزاوية ج 62 درجة. برجع بعيد، الزاوية الخارجة هي عبارة عن مجموع الزاويتين البعيدتين، يعني الزاوية الخارجة الكبيرة نشيل منها إحدى الزوايا البعيدة، المتبقي بيكون للزاوية الثانية. الآن بدنا نوجد قياس الزاوية الثالثة في المثلث اللي هي ألف ب ج، وممكن نوجدها بطريقتين، إما بمجموع قياس زوايا المثلث، لأنه هذا المثلث اللي عندي علم فيه قياس زاويتين ومجموع الكل 180 درجة، يعني بقدر المجموع الكلي أشيل منه أي أطرح منه قياس الزاويتين المعلومتين اللي هم 75 درجة زائد 62 درجة ويساوي 180 درجة ناقص 137 درجة ويساوي 43 درجة. إذا هاي الزاوية الثالثة في المثلث قياسها 43 درجة، وبطريقة أخرى ممكن نوجد قياسها بأنها زاوية مجاورة تقع على استقامة واحدة مع الزاوية الخارجية، يعني قياسها هو عبارة عن 180 درجة ناقص الزاوية المجاورة لها اللي بتقع على استقامتها اللي هي 137 درجة والمتبقي 43 درجة، وبهيك بكون وجدت جميع الزوايا في المثلث. الآن خلينا نشوف مع بعض التدريب الوارد عنا في الكتاب المدرسي واللي بيقولنا جد قياس الزاوية دال لام عين في الشكل المجاور. الزاوية دال لام عين هي الزاوية هاي المشار إليها. خلينا نشوف كيف بدنا نوجد قياس الزاوية دال لام عين. المعطيات في السؤال إنه في عنا زاوية خارجة هي عبارة عن ها با عين وقياسها 40 في المثلث اللي مثل ما إحنا ملاحظين إنه مثلث متطابق الضلعين. إذا المثلث اللي موجود عندي اللي اسمه با عين لام هو متطابق الضلعين، وإحنا بنعرف إذا المثلث متطابق الضلعين إذا زوايا القاعدة متساوية في المثلثات متطابقة الضلعين، يعني الزاوية با لام عين تساوي الزاوية با عين لام واللي هو مشار عنا حسب السؤال إنها اسمها الزاوية سين، يعني هاي اسمها سين وهاي سين. لكن إحنا النتيجة اللي وصلنا لها في هذا الدرس إنه هدول الزاويتين اللي بعاد عن الزاوية الخارجية بيساوي مجموعهم بيساوي هاي الزاوية الخارجية، يعني 40 بيساوي اللي هي الزاوية الخارجية لهذا المثلث بتساوي الزوايا اللي بعيدة عنها اللي هي سين زائد سين. بحل هاي المعادلة بإني بقدر أجمع هدول الحدين الجبريين، بيطلع عنا الناتج 2 س. بحل المعادلة بقسمة على 2 لطرفي المعادلة، إذا س تساوي 20 درجة، يعني هدول الزوايا
20 درجة و20 درجة. داين عندي إني أوجد قياس الزاوية د لام عين. بقدر أوجدها بأنه هاي الزاوية متجاورة مع الزاوية ب لام عين، أي أن مجموعهما 180 درجة. إذا هاي الزاوية 20 فالمتبقي من 180 هو 140 درجة، لأنه هذول الزوايا متجاورات على خط مستقيم. ويعطيكم ألف عافية، دمتم سالمين.